people from the outside countries, they can see other than the fact that we live in constant wars. And it bothers me so much. They only see the side they want to see. They should look deeper. هنا أكثر من 2 مليون بني آدم عايشين على أرض غزة على مساحة 25 ميل في 7. أنا ولدت جنب البحر وراح أعيش جنب البحر وأموت جنب البحر. أنا يمكن بس أنا يمكن في القطاع كله فيش واحد مخلف 40 نفر. أوه كل دول العالم تمشين غزة. إني أنا كنت بحاسب نفسي ليش أنا أسمح لأولادي إنه يعيشوا 3 حروب. هذا الصوت اللي لازم يسمعه الناس. بدنا نعيش.